إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. لكن عليه الآن أن ينتظرنا برًا وجوًا وبحرًا. هو طور سلاحه، وإسرائيل اللي أمريكا تزودها بالسلاح وكل 3 ثواني يطور سلاح ثم يقاتلهم برًا وبحرًا وجوًا. جوًا شلون؟ ملا طيارات، كيف يقاتلهم؟ تقولي لي مسيرات، طيب هو يوميًا يرسل هاي المسيرات وتسقط في أماكن تحرق مزرعة، شارع، معروف شنو، يوميا. زين بحرا شلون؟ هو البحر تمتلكه يعني إيران وحزب الله، لو الفرقاطات والبوارج البحرية وحاملات الطائرات الأمريكية اللي تتبادل الأدوار، طبعا حاملة الطائرات ومعها فد 20 باخرة مقاتلة ومئات الألوف من الصواريخ والقنابل والأسلحة التي تحملها معها، ناهيك عن عشرات الطائرات. من الذي يمتلك البحر؟ حسن نصر الله؟ لو اللي يمتلك البحر إسرائيل وأمريكا ودول العالم، التحالف الدولي أقصد تحديدا هذا. وبالنسبة للبر هو شنو يمتلك؟ جيش منظم مثلا، عنده دبابات، عنده مدرعات مثل ما تمتلك إسرائيل، وتدخل إلى أي مناطق، تجتاح أي منطقة بدباباتها ومدرعاتها ومجنزراتها. ربما مكتشفين اصلا بانهم ادوات ايرانيه، لكن الراتب احنا عندنا بالعراق، لانه ياخذ راتب شلون يعيش؟ عنده عائله واطفال وكذا، فياخذ راتب حتى يقاتل، هاي لا اكثر ولا اقل. هذه هي القصه، قصه فلوس وليست قصه مبادئ. والا انت كيف تكون عراقي وولائك الخامنئي لايران؟ كيف تكون انت يمني ويتحكم بك ايراني؟ كيف تكون انت لبناني، لبنان هاي لبنان سويسرا الشرق، ويتحكم بك ايراني؟ كيف تكون سوري ويتحكم بك ايراني؟ كارثه، دوله غير عربيه، دوله مهيمنه على المنطقه. وحيد أوحد آخر. أنتم الذين تقاومون منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة، صار كم شهر؟ 8 شهور، تراهنون على أسقاط نتنياهو، وقلتوا بأنه عنده خلافات بالحكومة والوزراء والكذا. ما سقط نتنياهو، أنتوا أبسط شيء ما قدرتوا تعملوه وهو أسقاط الحكومة الإسرائيلية بحجة أنها منعزلة والشعب الإسرائيلي ليس مع، وراهنتم على التظاهرات في العالم وفي إسرائيل. ماذا فعلت التظاهرات؟ أمريكا يوميا تصرح بأنه كل الأسلحة اللي زودت بها إسرائيل كانت قليلة، والآن ملتزمة بسلاح أكثر وبدعم غير محدود. نحن أنه في زمن أسلحة متطورة ومتقدمة ومروعة، وأنت لا تمتلك هذا السلاح، تضعك عليك إيران، تقول لك أنا أزودك بالسلاح، شو أزودك بكلاشنكوف بمسدس؟ ولذا مشروع المقاومة سوف يفشل، الذين يقاتلون تحت هذا الستار سوف يندحرون وينتحرون وينتهون إلى الأبد، لأنه مشروع كاذب مزيف ما لا أساس له. والعدو يعرف جيداً ما ينتظره، ولذلك كان مردوعاً بصفحته.